من الحاجات اللي برضو يعني هنتكلم فيها وتبقى موجودة معانا في المسرح، وجود افتتاح لمدينة الفنون والثقافة أو الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي قدمت كمان شباب المسرح زي ما حضرتك بتقولي. بنستأذن حضرتك نروح لزميلنا عوض الغنام من مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا يعني عوض بالتأكيد مدينة الثقافة والفنون زي ما احنا بنقول ليها دور كبير جدا، وفي دلوقتي خلاص بروتوكولات بتتم سواء مع مكتبة اسكندرية سواء مع المسارح المختلفة ووزارة الثقافة. بالتأكيد المزيد عندك عوض. صباح الخير محمود، صباح الخير نهى، صباح الخير على ضيفتكم الكريمة وكل مشاهدينا الكرام. كل عام وأنتم بخير. ساعات قليلة تفصلنا عن العام الجديد هنا في العاصمة الإدارية. كان عام 21 هو عام البناء، إن شاء الله عام 22 هو عام الحصاد. لو نتحدث عن الحصاد، فهذه المدينة التي تظهر خلفي مدينة الثقافة والفنون هي درة العاصمة الإدارية. ربما كما يعلو البناء في كل أنحاء العاصمة الإدارية، فلم يغب عن الدولة المصرية الاهتمام بالمعرفة والثقافة من خلال هذه المدينة الكبيرة التي هي على مساحة 127 فدانا، وتضم بين أرجائها العشرات من القاعات الخاصة بالعروض الفنية والمسارح، وبها ربما أكبر مسرح في منطقة الشرق الأوسط، وهو وأيضا قاعة مهمة تحمل اسم رمسيس، بها مكتبة العاصمة الإدارية التي تحوي حتى هذه اللحظة 100,000 كتاب و10 مليون كتاب رقمي، وبها مكتبة للأطفال. هي حقا تحفة معبارية من حيث الشكل، ورسالة مهمة من حيث المضمون. مصر تملك قوتها الناعمة عبر عشرات من القرون، ستجسد هذه المدينة مدينة الثقافة والعلوم، اتصال مصر بعالمها العربي تحديدا، لأن مصر كانت تملك هذه القوة الناعمة من خلال الثقافة والمعرفة. تتجسد عمليا هذه العاصمة الإدارية بكل ما تحويه وبكل ما تحمله من معاني ورسائل إنسانية وأخلاقية وثقافية ومعرفية، ستبقى دائمة ومستمرة. لكن الأهم من ذلك أن هذه المدينة رغم ضخامتها من حيث الاتساع وبنيانها الرائع للغاية، الإنجاز الذي تم فيها تم في توقيت بسيط للغاية، نتحدث تقريبا عن 30 شهر فقط، يعني سنتين ونصف تقريبا تم إنجاز تلك المدينة المهمة للغاية. وعلى كل حال على مدار اليوم محمود نهى سيكون لدينا متابعات خاصة لكل البنيان والمشاريع القومية هنا في العاصمة الإدارية، وسيكون لدينا أيضا فرصة للدخول داخل مدينة الفنون نتطلع عن قرب عن عما يتم بداخلها وأجمل الصور الجمالية داخل هذه المدينة الرائعة مدينة الثقافة والفنون في قلب العاصمة الإدارية. تفضل محمود. شكرا جزيلا ليك يا عوض، شكرا جزيلا على كل المعلومات دي.